الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين ومتابعين الكرام، أهلا بكل السادة المشاركين. نبدأ معكم بعون الله تعالى هذه الندوة برعاية مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب، وسيكون عنوان هذه الندوة المباركة سنن الأمم في الانتقال من الذل إلى المجد، مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك فضيلة الشيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ بلال. حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم شيخنا. وفيكم يا أخي الحبيب، أهلا بك وبكل أهل ليبيا الكرام، نسأل الله أن يتم عليكم نصركم. جزاكم الله خيرا. ننوه الأخوة المشاركين بأن زمن المحاضرة سيكون ساعة، الشيخ سيتفضل في 45 دقيقة، وآخر ربع ساعة بإذن الله تعالى سنعرض فيها على فضيلة الشيخ استفساراتكم وأسئلتكم التي سنأخذها عبر صفحة المركز على فيسبوك أو عبر برنامج الزوم في فقرة الشات. شيخنا، إن الله تعالى سبحانه وتعالى في هذه الدنيا سنن، من هذه السنن سنن الانتقال، فندع لكم الكلمة والمجال لتحدثنا في هذا الموضوع. نعم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. طبعا يا شيخ بلال ويعني كافة الإخوة الحضور، حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن يجعل ذلك الوقت في ميزان حسناتكم. طبعا يعني كما تعرفون أن الله تبارك وتعالى أنزل لنا القرآن الكريم لكي يكون هاديا ونورا، لكي يكون هاديا ونورا، فهو ليس مسألة يعني ليس كتابا يقرأ للتبرك فحسب، ولا يقرأ للمناسبات فحسب، وإنما هو كتاب نرى منه طبيعة وسنن الإصلاح، وطبيعة وسنن التغيير، وطبيعة النفس، وطبيعة المجتمعات. فلذلك من يعني لما تعامل المسلمون الأوائل مع كتاب الله على أنه كتاب تنفيذ بلغوا ما بلغوا، ولكن لما انخفض هذا الشأن وصار التعامل مع كتاب الله بالاهتمام به من ناحية الزينة والزخرفة، والاهتمام به من جهة الوجود في المكتبات والوجود في المكاتب وتلاوته في المناسبات دون أن يصير فاعلا في حياة الناس، فهنا بدأ الانحطاط والتراجع. ونحن إذا تأملنا في كتاب الله تبارك وتعالى سنجد أن من أكثر ما كرره الله في كتابه قصص بني إسرائيل. لماذا قصص بني إسرائيل؟ لأن بني إسرائيل هي الأمة التي عهد إليها بحمل الكتاب. يعني خلونا أو دعونا نستوعب أمرا ما. فيما قبل موسى عليه السلام، كان الله تبارك وتعالى يرسل للأمم رسولا فيتبعه المؤمنون ويكفر به الكافرون، فكان الله تبارك وتعالى يعاقب هؤلاء الكافرين وينجي هؤلاء المؤمنين بقدر من عنده، إما أن تكون صاعقة أو يكون ريحا أو يكون نارا أو ما شابه. فسنة الله في الرسل فيما قبل موسى عليه السلام أنه يهلكهم بتدخل يأتي من السماء. فهذه السنة كان آخرها هو إغراق الله تبارك وتعالى لفرعون في زمن موسى عليه السلام. ومن بعد ذلك أوكل الله هذا الدين إلى قوم يقومون به ويحملونه، فأولئك هم بنو إسرائيل، وجعل معونته لهؤلاء القوم إنهم قاموا بهذا الدين. يعني إن إذا هؤلاء القوم جاهدوا في سبيل الله وأخذوا بالأسباب ويعني تسلحوا بالإيمان، فإن الله تبارك وتعالى يعينهم وينصرهم على عدوهم ولو كانوا أضعافا مضاعفة. فأما إذا نكلوا ونقصوا وتراجعوا ولم يلتزموا بحمل هذه الأمانة ولم يحملوا هذه الرسالة، فإنه يصيبهم الذل والقهر، ويتمكن منهم عدو الله الكافر،
ولا ينقذهم الله تبارك وتعالى إلا إذا عادوا إلى دينهم وعادوا من جديد إلى التمسك بدينهم والأخذ بسنن النصر. فلذلك هؤلاء بنو إسرائيل ومسيرتهم منذ موسى عليه السلام وحتى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هم نموذج وضعه الله لنا لكي نعرف مزالق الطريق، ولكي نعرف كيف أن هذه الأمة حملت الرسالة ثم لم تحملها. وتكررت هذه القصص في القرآن الكريم. الذي يهمنا نحن في موضوعنا الآن هو هذه القصة التي رواها لنا القرآن الكريم عن القوم من بني إسرائيل الذين انتقلوا من الذل إلى المجد. وفي ثنايا القصة سنقرأ ونرى كيف أصاب هذه الأمة الذل، ثم كيف خرجت هذه الأمة من الذل إلى المجد. وتلك قصة طالوت. فالله تبارك وتعالى يذكر لنا، قال يحدثنا عن هؤلاء القوم الذين كانوا في الأرض المقدسة، يعني كانوا في تمكين، كانوا في الأرض المقدسة وكانوا في تمكين، لكنه دخلت إليهم المعاصي والانحرافات حتى سلط الله عليهم هؤلاء القوم المعروفون في التاريخ بالعماليق أو الجبابرة، فأخرجوهم من الأرض المقدسة وأخذوا منهم مقدساتهم. المقدسات كما يقول بعض علماء التفسير كانوا يضعون في تابوت واحد عصا موسى ويضعون يعني آثار الأنبياء، عصا موسى وثوبا من هارون وغيره، أشياء لم يأتي بها التفصيل في الوحي ولكن نفهم أنها كانت من المقدسات. فهؤلاء القوم غلبوهم واستذلوهم وأخرجوهم من الأرض المقدسة وغلبوهم على مقدساتهم أيضا التي تعود لأنبيائهم. فأولئك رغم أنهم في يعني كانوا في الأرض المقدسة، ورغم أنهم كانوا مؤمنين، ورغم أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى، وإنما دخلت عليهم الانحرافات، إلا أنهم حين لم يأخذوا بهذه السنن وحين دخلت إليهم الانحرافات سلط الله عليهم الكافرين وانتصر الكافرون عليه. فبداية يجب أن نعرف أن الذي لن يأخذ بسنن الكون في النصر وفي الهزيمة سيسلط الله عليه حتى من لا يؤمن بالله. هذا أمر يجب أن يكون واضحا. حسنا، هم الآن حاولوا أن يغيروا من وضعهم الذي هم فيه، وضع الضعف، فحاولوا أن ينتقلوا إلى القوة. فماذا فعلوا؟ التفكير الطبيعي، وهذا أمر مهم يا أحباب، التفكير الطبيعي أنهم فكروا في أمرين في وقت واحد، أمرين في وقت واحد. أمتنا ستظل مستعبدة ومستذلة لو لم تفقه معنى هذين الأمرين. الأمر الأول القتال، والأمر الثاني القائد الذي يقود الأمة للقتال. فذهبوا لنبيهم وقالوا له، يعني أن يسأل الله أن يبعث لهم ملكا، ملكا يعني قائدا، لكي يقودهم في القتال في سبيل الله. والحقيقة أنا أريد أن أتوقف كثيرا جدا عند هذا المعنى. يعني انتبه أولا إلى أنه القوم لهم ملأ، يعني هناك نوع من التنظيم، القوم لهم ملأ. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالقوم لهم ملأ، ففي ملأ وفي نبي، ومع وجود الملأ ومع وجود النبي كانوا يعرفون أن هذا الملأ غير مؤهل للقيادة وغير مؤهل للقتال. فلذلك ذهبوا إلى النبي يطلبون منه أن يرى ويبعث، يعني أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يبعث فيهم ملكا قائدا لكي يقاتلوا. فهم لم يفكروا مثلا في المهادنات وفي المفاوضات وفي الاتفاقيات وفي الوصول إلى حلول وسط، لا، كانوا يعرفون أن الطريق إلى النصر هو طريق وسيلته القتال. هذا أمر مهم يجب أن لا يغيب عن أذهاننا. الأمر الثاني أن هذا الطريق لا يكون مجديا بغير قائد، وإلا فإنهم قد هزموا وطردوا وانتزعت منهم مقدساتهم.
فإذا المعضلة هنا معضلة القتال ومعضلة القيادة. للأسف ما يزال كثيرون في واقعنا الحالي يعني لا نزال نجادلهم في هذين المبدأين الأساسيين، مبدأ القتال ومبدأ أهمية القيادة، ويتكلمون عن مسائل القانون الدولي والضغط الإعلامي والمقاومة الاقتصادية، ويعني أمور كثيرة. كذلك يتكلمون عن مسائل المؤسسات والقيادة الجماعية، ويعني المسألة هنا تتعلق إنه ما تزال في أمتنا نقاشات في مبادئ التفكير، مبادئ التفكير. سنلحظ هنا أيضا أنه كان لديهم نبي، كان فيهم نبي، ومع أنه كان فيهم نبي وهو بالتأكيد أعلمهم وأتقاهم وأعرفهم بالله تبارك وتعالى، إلا أنه لم يكن قائدا. وهم حين ذهبوا إليه كانوا يعرفون أنه ليس قائدا، فلم يحاولوا، يعني لو إن المسألة مسألة حسبة دراويش، حسبة يعني أناس، لا أريد أن أستخدم ألفاظا قد تبدو قاسية، لكن على كل حال كانوا يعرفون أن مسائل القتال، مسائل الحرب، مسائل النصر لا يكفي فيها مجرد الإيمان، مجرد القرب من الله تبارك وتعالى، وإنما لابد لها من مؤهلات، مؤهلات القيادة والكفاءة. فليس دائما من هو أقرب إلى الله أو من هو أسبق في الدعوة أو من هو أعلم بالشرع أو من هو الأكثر رقة أو من هو الأكثر بكاء، ليس شرطا أن هذا هو الأصلح لقيادة الأمة. فلذلك هم ذهبوا للنبي وهو يعرف وهم يعرفون أنهم في حاجة إلى قائد. وهذا ملمح مهم يجب أن ننتبه إليه أيضا، لأن توسيد الأمر إلى غير أهله من أنواع الخيانة، وهو من علامات الهزيمة أيضا. يعني ذكرنا إن القوم لهم ملأ وفيهم نبي، ومع ذلك كانوا من المهزومين ومن المطرودين وممن انتزعت منهم مقدساتهم. طيب ماذا فعل النبي في هذا الوقت؟ قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. سنفاجأ جميعا إن القائد الذي يصلح للقيادة والذي اختاره الله تبارك وتعالى كان واحدا منهم، موجودا فيهم، لم يكن بعيدا عنهم، لم يولد من جديد، لم يرسله الله من، يعني لم ينزله من السماء، لم يرسله من قرية أخرى، وإنما كان موجودا فيهم. ومع ذلك هم لم يكونوا يتصورونه. لماذا لم يكونوا يتصورونه كقائد رغم أنه موجود فيهم؟ لفساد الأفكار المنتشرة فيه. ولذلك سنرى أنه يقول أنهم يقولون قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. نفهم من هذه الآية أن هناك أفكار فاسدة راسخة. الأفكار الفاسدة الراسخة هي الأفكار التي تظن أن القيادة أو أن القائد يجب أن يكون من أهل المال، ولذلك لم ينتبهوا لهذا الفقير الموجود في وسطهم، بل واندهشوا، اندهشوا أن هذا الفقير قد يطرح كقائد عليهم وقد يتسيد عليهم، يصير سيدا لهم. فهذا أيضا أمر يجب أن لا ننساه، إنه فساد الأفكار، فساد المعايير، فساد التصورات قد تجعلنا في حياتنا ننحرف عن المؤهلين لشغل المناصب المهمة، ونذهب بهذه المناصب المهمة إلى آخرين غير مؤهلين. وفي هذا من تفويت الخير وتفويت النصر ما فيه. فانظر إلى المسألة كانت صعبة عليهم، أنهم لم يتصوروا وجود رجل قليل فقير، قليل المال فقير، أنه يكون قائدا عليه. وكانت هذه الأفكار الفاسدة مستقرة إلى الدرجة التي لم يعد ينفع فيها مجرد الإقناع العقلي. يعني المفترض، فكروا معايا كده، أمة مهزومة، مقدساتها منتزعة، هم يبحثون عن أن يستردوا مكانتهم وأن يستردوا أرضهم ومقدساتهم، هم الذين ذهبوا إلى نبيهم يقولون: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومع ذلك حين عرض عليهم هذا القائد نفروا منه، رغم أن النبي يقول لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يعني هذا حتى مش اختياري، هذا اختيار الله لكم.
فساد الأفكار أيها الإخوة الأحباب يتطلب فوق المجهود العقلي، مجهود البيان والتوضيح، مجهود نفسي، مجهود تربوي، مجهود تدريبي كما يسميه الذين يتحدثون في التنمية البشرية. بعض التجارب التي أجريت على بعض الحيوانات وأجريت كذلك على بعض البشر، إنه الذي يشعر بالعجز، يعني أحد هذه التجارب كانت هذه خلاصتها، الذي يقتنع أنه عاجز عن فعل شيء لا تجدي معه كل الطرائق إلا طريقة التدريب. يعني إذا زدت عليه العذاب لم يحاول أن يهرب من العذاب، إذا زدت عليه التضييق استسلم للتضييق ولمزيد من التضييق، لأنه يرى في نفسه العجز وقر في نفسه العجز. الحالة الوحيدة التي رصدوها وهم يجرون التجارب على الحيوانات أنه إذا سوعد، يعني إذا امتدت يد المساعدة إليهم، فإنهم يبدأون في الحركة. فلذلك هنا النبي الذي كان في بني إسرائيل قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني النبي كان محتاجا إلى معجزة، المعجزة تخاطب النفس وتخاطب القلب وتخاطب الإيمان، لكي يقنعهم بأن طالوت هو اختيار الله له. يعني الفكرة الفاسدة لم يكن تأثيرها فقط تأثيرا على العقل والذهن والفكر، لا، الفكرة الفاسدة ترسخت في النفس إلى الدرجة التي لم يعد إصلاح العقل والفكر فيها كافيا، فكان لابد من مجهود يصلح النفس ويخاطب القلب والشعور، ولذلك جاءت المعجزة. وهنا نفهم فساد المعايير. وهذا أيضا يعطينا ملمح آخر لابد أن نفكر فيه جيدا وأن ننتبه له جيدا، وهو أن القائد طالوت رغم أنه مؤهل ويمتلك مواهب القيادة، إلا أنه لم يكن يستطيع أن ينتزع موقع القيادة لنفسه بنفسه. بعض الناس يقولون إن القيادة مثل الحرية، لا توهب ولكن تنتزع. هذا غير صحيح في الحقيقة. قد يوجد القائد الذي لا يستطيع أن يغير النظام الاجتماعي بنفسه من موقعه كفرد في أغمار الناس، لكن إذا وجد من وضعه على رأس هؤلاء الناس فإنه يستطيع أن يغير فيهم ويستطيع أن يقودهم إلى ما فيه عزهم وصلاحه. ولذلك يا أحباب، من كانت له فراسة، ويعني من كانت له علاقات، ومن كانت له أموال، من كان يستطيع أن يدعم المواهب، فهذا واجبه الأكبر وواجبه الأول، لأنه ربما تكون لدينا مواهب القيادة، لكن هذه الشخصية الموهوبة التي يمكنها أن تنتشل الأمة أو تنتشل البلد لا تستطيع بنفسها أن تنتزع القيادة. صحيح يوجد من القادة من ينتزع القيادة، يعني هو من بدايته رجل عصامي ويملك موهبة القيادة وموهبة انتزاعها أيضا، لكن ليس هؤلاء كل القادة. لا، وجد في القيادات كثيرين، وجد في القادة كثيرون لا يستطيعون أن ينتزعوها بأنفسهم أو حتى لا يرغبون فيها. صلاح الدين مثلا الذي ما نزال نتلو سيرته حتى الآن كان يرفض الوزارة في مصر، حتى إن يعني قيل له والله ما نراك إلا كما قيل، يعجب الله من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. يعني هناك من الناس، طبعا هذه الكلمة قيلت في الأقوام الذين لم يكونوا ليسلموا لولا أن وصلتهم الفتوح الإسلامية، فوصلتهم الفتوح الإسلامية وفي أجواء الحرب اقتيدوا عبيدا، فلما اقتيدوا عبيدا أسلموا وحسن إسلامهم فدخلوا الجنة. فهؤلاء كان مبدأ دخولهم الجنة أن قيدوا في السلاسل. فالرجل كان يتكلم مع صلاح الدين فيقول يعني أنت رجل، أنت يعني تأتيك هذه الفرصة ويعني تنصرف عنها، ولا أريد أن أطيل. يعني هناك العديد من مواقف زهد القادة الأكفاء في منصب القيادة أو عجزهم بأنفسهم عن انتزاع القيادة. فلذلك ينبغي أن يكون الرجل فينا، يعني ينبغي أن يكون كل واحد فينا مفتح الأعين، مفتح الذهن، يحاول أن يمهد للموهوبين والمؤهلين في سائر المجالات، قيادة أو غير قيادة، يحاول أن يمهد لهم طريقهم.
فليس كل موهوب يستطيع أن يصل بنفسه وبإمكانياته الشخصية إلى المكان الذي يستحقه. فهنا انظروا معي إلى فساد الأفكار وفساد المعايير. فساد الأفكار وفساد المعايير جعلهم ينهزمون ويتشوقون للعز ويذهبون للنبي ويطلبون ملكا، وهم لا ينتبهون إلى الرجل الذي فيهم، بل حتى لما نبهوا للرجل الذي فيهم اعترضوا عليه. ولم يكفيهم أن الله اختارهم، بل جاءتهم معجزة لكي تقنعهم بأن هذا الرجل هو الأنسب والأولى. قال إن الله فضله عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وسيادة هذه الأفكار الفاسدة أيضا منعت القائد الفقير من أن يستطيع أن ينتزع مكان قيادته بنفسه. تمام؟ فهنا يجب أن ننتبه إلى هذه الأمور وإلى أهمية القيادة. طيب، الآن يبدأ الاختبار الحقيقي. وجد القائد ووجد من رضي به. طبعا احنا بدأنا في تخلخل الصفوف وتصفية الصفوف منذ قديم، يعني فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. قال الله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فكثير منهم تولى ورفض. طيب الآن هؤلاء الذين بقوا معه سيتعرضون لاختبارات أخرى أيضا، يرون يعني يمارسها هذا القائد لكي يقوي صفه ويمتن صفه. فماذا فعل؟ هنا لأول مرة نجد أن القرآن الكريم يصف الجمع الذي مع طالوت بأنه الجنود. فلما فصل طالوت بالجنود، قبل ذلك لا نجد وصف الجنود هذا، مما يعني أن القوم كانوا فوضى، حتى وإن كان لهم ملأ، حتى وإن كان فيهم نبي، لكن كانوا فوضى. يعني كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات، إذا جهالهم سادوا. فانظر إلى هذا المعنى المهم، إنه هذه الأمة المقهورة، الأمة المهزومة، رغم أن وجود ملأ ووجود نبي، لم يكونوا ينتظمون في نظام. من الذين انتظموا؟ هم الذين تشوقوا للقتال، وهم الذين خضعوا لأمر الله تبارك وتعالى، وهم الذين قبلوا بهذا القائد عليه. هنا وصفهم القرآن بالجنود، قال: فلما فصل طالوت بالجنود. يبدأ الاختبارات لهذه المجموعة. فالاختبار المهم هنا: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ما قيمة هذا الاختبار؟ قيمته وشدته أن الشرب أمر غريزي، أمر طبيعي، يعني ليس انحرافا. يعني الإنسان بيحتاج أن يشرب، خصوصا وقد خرج إلى الجهاد ومشى في الصحراء، فمشى في الصحراء أصابهم العطش. ولكن القائد الحصيف الحكيم الذي اختاره الله على عينه يريد جنودا يتحكمون حتى في غرائزهم، حتى في ضروراتهم. هذا هو الجندي الذي يصنعه الإسلام، يصنعه الدين. الجندي الذي يكون جائعا ولكنه لا يأكل إذا كان هذا الأكل خارما للمروءة، أو إذا كان هذا الأكل منهيا عنه، ما استطاع. لا يشرب إذا جاءه الأمر، يعني المسألة أن يتحكم في نفسه وغرائزه ولا تغلبه نفسه وغرائزه. الإنسان الذي تغلبه نفسه وغرائزه يندر أن ينبعث لقتال، وإذا قاتل فإنه يكون منه دخول الخلل. يعني الإنسان الذي يفتقد إلى الصلابة والخشونة وإلى تحكمه بنفسه، هذا يندر أن يقاتل أولا، فإذا قاتل يندر أن يكون منه النصر، بل هو أحرى أن يؤتى منه الخلل. فالمفاجأة هنا أن أغلب الناس قد شربوا منه، فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن انظروا إلى التصفية، أمة عم ما تزال تصفى. فلما يعني انتهوا بعد هذا النهر بهذا القليل،
وجدوا أمامهم جيش جالوت الكبير. هؤلاء الذين وجدوا جيش جالوت، وهؤلاء الذين انتصروا على أنفسهم حتى في اختبار الشرب، وانتصروا قبل ذلك على الأفكار الفاسدة والمعايير الفاسدة التي تكلمنا عنها، وقعوا في اختبار أشد حين وجدوا هذا الجيش الكبير، فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يعني انظر كيف يمكن أن يوجد من يتحكم في نفسه وغرائزه ويغلبها، ثم تنهار روحه المعنوية وتتثبط همته حين يجد مشهدا مفزعا، حين يجد تفاوت في القوة، حين يجد انهيار في ميزان القوة، فيقول: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فهؤلاء انبعث فيهم قلة أخرى منهم قالوا، قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هنا يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه التصفيات: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هنا مشهد لم نتخيله من قبل، وهو فتى في جيش طالوت يستطيع أن يقتل قائد الجبابرة، قائد العماليق جالوت. فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وبعض الناس يعني المفسرين كانوا يقولون إن عدة هذا الجيش 313 كعدة أهل بدر. فأنت انظر، أمة مهزومة ومطرودة، انتهى الحال إلى 313 فقط، وهؤلاء ظهر منهم فتى واحد هو الذي سيكون على يده النصر الحاسم، أنه قتل جالوت، وكما يقول بعض الذين يكتبون في قصص الأنبياء: قتله بالمقلاع، يعني ما يشبه الآن في عصرنا القناصة يعني. فالمهم قتل يعني، فقتل داود جالوت، وانهار جيش جالوت الكبير، وانتصرت هذه الفئة المؤمنة البسيطة، واستردوا الأرض المقدسة، وصار داود هذا هو نبي الله فيما بعد، وهو الذي على يده وعلى يد ابنه حصل العصر الذهبي لبني إسرائيل، وحصل الملك الذي لم يؤتاه أحد من العالمين بسبب تلك القلة القليلة التي قاتلت. هنا يجب أن لا ننسى أيضا جالوت، لا يجب أن ننسى طالوت، والرجل يتعرض جيشه للتناقص، ومع ذلك لم يتخاذل. وهذه أيضا تكون مشكلة عند القيادة. القيادة أحيانا حين تجد نوعا من التخاذل وتجد نوعا من انصراف الناس عنها، يصيبها ذلك بالتثبيط، وتبدأ في البحث عن الحلول الجزئية والتسكينية والوسطى وغيرها. بينما مما يقال هنا ويجب ألا ينسى لطالوت، أنه مع هذه الاختبارات ومع هذه القلة واجه جيش جالوت ب 313 فرد لا أكثر. ثم لا ننسى، ويجب ألا ننسى، أن التغيرات الكبرى، التغيرات التاريخية الكبرى، يكون أصلها ثبات العدد القليل، العدد القليل المصفى المنقى الذي تسلح بالإيمان وأخذ بأسباب النصر. العدد القليل هذا هو أصل الانتصارات الكبرى. ولذلك حتى يعني في السيرة النبوية، أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم العشر المبشرين بالجنة، وأغلبه يعني كلهم أسلم والإسلام قليل ضعيف، ثم أهل بدر، القلة القليلة التي خاضت أول معركة رغم أنها لم تكن مستعدة لقتال، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية بيعة الرضوان، وهؤلاء الذين قاتلوا وهم لم يكونوا مستعدين لقتال أيضا، يعني لم يكونوا مستعدين، لا أقول لم يكونوا مجهزين، لا، هم حين خرجوا إلى العمرة وكذلك في بدر إنما كانوا سيقابلون قافلة، وحين خرجوا إلى العمرة لم يكن معهم ما يتجهزون به لقتال جيش، إنما خرجوا إلى عمرة، يعني ولم يكونوا يرون أنه قتال. حين بدأت الرسل تتواصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش،
حتى جاءهم خبر بمقتل عثمان بن عفان، وكان كان كذبا هذا الخبر، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، هؤلاء أهل بيعة الرضوان. القصد أن الأمور الكبيرة، التغيرات التاريخية الكبيرة، أصلها ثبات العدد القليل. فالاهتمام بتجهيز العدد القليل المتين أعظم فائدة من الاهتمام بتكثير الناس وتكثير السواد وما يداخلهم من الخلل. فهذا العدد القليل هو الذي يقود العدد الكثير، يعني بالتأكيد هذا العدد القليل لن ينتصر بنفسه وحدها، وإنما هو بما له من مؤهلات الإعداد والعناية وما تجهز به وما تسلح به من الإيمان والعدة يستطيع أن يقود العدد الكبير. ثم تختم هذه القصة بقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا يعني أمر يجب أن ننتبه له جيدا. الله تبارك وتعالى يقول: لولا جهاد الناس ولولا قتال الناس لفسدت الأرض بالطغيان والاستبداد. الآن في أمتنا ترى كثيرين ممن يقولون الاستقرار هو الأهم، حتى لو كان هذا الاستقرار تحت حكم سفاح طاغية جبار. المنطق القرآني لا، ليس كذلك. المنطق القرآني أن استقرار الفساد، استقرار الاستبداد هو الفساد، وأن الله تبارك وتعالى يمتن على عباده وينعم عليهم بأنه يدفع الناس بعضهم ببعض. يعني الله يمتن على الناس أن وجد من يقاوم هذا الاستبداد والفساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالمسألة متعلقة هنا بالتصورات والأفكار التي تجعل الاستقرار خيرا دائما، وتجعل المحاولات المقاومة والكفاح والنضال ضد هؤلاء شرا دائما. القرآن يعكس هذه الآية وينبه، يعكس هذا الكلام وينبهنا من خلال هذه الآية إلى أنه استقرار الظلم والطغيان هو الفساد. ومن نعمة الله تبارك وتعالى أن وجد من يقاوم هذا الفساد. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فإذا نحن حاولنا أن نجمل هذه القصة وأن نرى سنن الانتقال من الذل إلى المجد، لوجدنا البداية مباشرة هي اختيار الطريق، طريق القتال، ثم اختيار القائد المؤهل، ثم أن يكون هذا القائد المؤهل مؤهلا للقيادة والحرب، وليس هو الأعلم أو الأتقى أو الأورع أو الأكثر خشية لله أو الأسبق في الدعوة أو الأكبر سنا أو الأسبق في المشيخ. ثم التخلص من هذه الأفكار، الأفكار الفاسدة التي يعني تشوش معايير الاختيار، لكي نبصر هؤلاء المؤهلين ممن تزور عنهم أعيننا. فطالوت كان موجودا في بني إسرائيل ومع ذلك لم تنتبه له عيون بني إسرائيل، وطالوت كان موجودا ولم يستطع هو بنفسه أن ينتزع موقع القيادة ويقود أمته إلى النصر، وهؤلاء 313 واحد الذين جددوا هذا النصر كانوا موجودين في الأمة، ولكنهم بغير قيادة وبغير تنظيم، بغير القيادة وبغير التنظيم لم يكونوا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ولا أن يغيروا واقعهم من الهزيمة إلى النصر. وإنما متى استطاعوا؟ استطاعوا حين وجد القائد. فالتخلص من الأفكار الفاسدة ومن المعايير الفاسدة شرط ضروري أن لا يكون في أذهاننا إلا معيار يرتضيه الله تبارك وتعالى، وأن ننخلع من عاداتنا وتقاليدنا وأفكارنا الفاسدة التي تضيع علينا هذه الفرص الكبيرة، والتي تضيع علينا هذه المواهب المقدرة التي يمكنها أن تغير حال الأمة كلها. ثم التجهز الإيماني، تجهز الإيماني، لأن الأفكار الفاسدة لا تنتهي بمجرد البيان، لن تنتهي بمجرد محاضرة كالتي أعطيها الآن، وإنما تنتهي بالمجهود التربوي والدعوي والإيماني الذي يوقظ القلب ويؤثر في النفس ويخاطب العاطفة بقدر ما يخاطب العقل والفكر. وهذا نظير ما تكلمنا عنه من أن الله بعث لهم معجزة
لكي يعرفوا ولكي يوقنوا أن طالوت هو اختيار الله لهم. سيحتاج هذا مجهودا طويلا وكبيرا لكي نتخلص من هذه الأفكار الفاسدة ونخلص أمتنا منها بمخاطبة العقل والوجدان معا، مخاطبة الفكر والقلب معا. ثم سيتعرض هؤلاء الذين بعثوا أنفسهم لتغيير الحال إلى اختبارات كثيرة، من أولها اختبار الجسم، اختبار الجسم وكيف يجب على المقاتل في سبيل الله أن يكون قادرا على أن يغلب نفسه وألا تكسره الحاجة، حاجة الدنيا، ألا تكسره حاجة الجسد، أن يكون ذا صبر وجلد. ثم سيتعرض لاختبار الروح، وأن لا يكون مفزوعا ولا خائفا ولا مرتعشا إذا وجد هولا، كالذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، الذين قالوا لهم وردوا عليهم، هم الذين بعثوا هذا النصر، الذين قالوا لهم وردوا عليهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ساعتها تأتي الإعانة ويأتي النصر من عند الله، ويوجد الفتى الذي برصاصة واحدة، بحجر واحد، بفكرة واحدة، باختراع واحد، يستطيع أن ينهي هذا التفوق الذي تتفوقه أمم الكافرين على أمم المسلمين. هنا تنزل الإعانة، تنزل الإعانة على قوم جاهدوا. هذه هي السنة التي كانت من بعد موسى، أن الله تبارك وتعالى وكل هذا الدين، وكل رسالته وأمانته إلى أمة تحمله، فإذا قامت هذه الأمة بمقتضياته أعانهم ونصرهم وأنزل عليهم معجزاته، وإذا لم يقوموا به استذلوا واستعبدوا وأهينوا حتى على يد الكافرين الذين لا يعبدون الله تبارك وتعالى. فهذه صورة عامة لشكل الانتقال من الذل إلى المجد يمكن أن نستفيد بها في واقعنا الحالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونفتح باب الأسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خيراً. جزاكم الله الشيخ محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حياكم الله. هناك بعض الأسئلة وردت علينا على الزوم، وهي قولهم: ما الدور المناط بالأفراد الذين يحملون هم أمتهم للمشاركة في تحقيق أسباب النصر أو التمكين؟ هذا من الأسئلة التي لا توجد عليها إجابة واحدة. هذه الأسئلة لا يستطيع أن يجيبها على خير وجه إلا صاحب السؤال نفسه. فكل إنسان أدرى بما يستطيع أن يقدم في سبيل الله. فمن الناس من هو صاحب قلم، ومنهم من هو صاحب لسان، ومنهم من هو صاحب مال، ومنهم من هو صاحب علاقات، ومنهم من هو زعيم في قبيلة أو عشيرة، ومنهم من يستطيع أن يوصل فلانا إلى فلان وفلانا إلى فلان. فكل إنسان، ومنهم طبعا من يقاتل، منهم من يستطيع القتال. فهنا هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه إجابة واحدة، وإنما كل إنسان أدرى بالطريقة التي يستطيع أن يخدم بها دين الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا في ثنايا الكلام إنه مجرد الفراسة والنظرة إلى الموهوبين ومحاولة تمهيد الطريق لهم وفتح الطريق لهم، هذا بحد ذاته قد يكون فرصة عظيمة. كذلك الأم التي يمكن أن تربي أولادها، المعلم والداعية الذي أتاح الله له أن يحفظ الأطفال القرآن أو أن يعلم الشباب الدين. فكل شخص هو أدرى بالذي يستطيع أن يفعله، ويعني ميزانه في هذا قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. هذا هو بذل غاية الجهد، بذل غاية الوسع. فالأمة كما ترون جميعا الآن في حالة من الاستضعاف العام، لا يوجد في العالم كلها عاصمة إسلامية واحدة آمنة، لا يوجد عاصمة واحدة آمنة يملك الذين فيها أن يقولوا الحق كل الحق، وإنما عموم الاستضعاف. فالأمة الآن في حاجة إلى كل سهم، وفي حاجة إلى كل ثغر
يعني كل الثغور الآن تحتاج إلى الرجال. يعني أنت تسأل العامل في الجمعيات الخيرية، تسأل العامل في مجال الدعوة، تسأل العامل في مجال التعليم، تسأل العامل في مجال الفن، تسأل العامل في مجال الكتابة، يعني كل الناس يشكو من قلة الرجال وقلة المال. فالثغور كلها مفتوحة، كل الثغور مفتوحة، فكل إنسان أدرى بالذي يستطيع أن يفعله لهذه الأمة. نعم شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم. سائل يقول يا شيخ، هل التنظيمات هي الوسيلة الأنجح للتغيير، أم يجب أن نعمل على صناعة وعي جماعي ولا فائدة من التنظيمات؟ طيب حتى صناعة وعي جماعي كيف يمكن أن يوصل إليه بغير نوع من التنظيم؟ طبعا أنا يعني كلمة التنظيم هذه لا نريد، أنا أعرف أنها قد تسبب حساسيات أحيانا، لكن كما اتفقنا أننا ننحي المعايير الفاسدة وننظر في الفحوى، هل هذه الفحوى يرضاها الله تبارك وتعالى أم لا؟ فإذا نحن الآن لا يخفى على أحد أن العالم يواجهنا مواجهة عامة ومواجهة منظمة، ووراء هذه المواجهة مؤسسات، ومن منكم يفهم يعني يتابع كيف يصنع الاقتصاد وكيف تصنع حتى الأفلام، كيف تصنع الحلقة التلفزيونية الواحدة، الحلقة التلفزيونية الواحدة ربما وراءها 50 أو 60 يد اشتغلت فيها. طيب كيف يمكن أن نصنع الوعي الجماعي العام بدون نوع من التنظيم؟ وأنا هنا لا أعني فقط الجماعات الدعوية، وإنما أعني أي شيء، يعني الجمعية الخيرية التي ستنقذ أولاد الناس، الذين سيضعون على عاتقهم أن يعلموا الناس، من يريدون أن ينتجوا لعبة أطفال ينتشلون بها أطفال المسلمين من الألعاب التي ينتجها الغرب، هؤلاء الذين سينتجون لعبة ماذا سيفعلون؟ لن يستطيع أحد أن ينتجها بمفرده، وإنما سيكون هناك من المسؤول عن التصميم والمسؤول عن التصوير والمسؤول عن البرمجة والمسؤول عن القيم والمعنى والفحوى والمحتوى، ومن سيخرجها في قالب تسويقي، ومن سيحاول تسويقها، ومن سيحاول أن يأتي بالمال لكي يستمر هذا المشروع، هذا كله نوع من التنظيم في أبسط الأشياء. فكيف يمكن، طيب إن أنتم عندكم في ليبيا مثلا الآن قتال، كيف يمكن أن يقاتل الناس بدون تنظيم؟ فالتنظيمات في عصرنا الحقيقة أصبحت ضرورة، أصبحت ضرورة حتى في أقل الأشياء صارت ضرورة، فلا ينبغي أن نتحسس أنفسنا من مسألة التنظيمات حتى بدافع أننا نريد أن نصنع الوعي الجماعي. لن يصنع الوعي الجماعي نفسه إلا بنوع من التنظيم، وأرجو أن يكون هذا واضحا. نعم شيخنا. شيخنا هناك سؤال يقول، ما مدى انعكاس هذه السنة الكونية على واقعنا المعاصر؟ هو طبيعة السنة الكونية أنها سنة جارية ماضية، يعني هي لم تكن سنة إلا لأنه يمكن أن نستفيد منها ونراها في واقعنا. وما في القرآن الكريم بشكل عام، يعني لم ينزل الله تبارك وتعالى لنا هذا القرآن إلا وفيه ما نستفيده نحن في واقعنا. فإذا نظرنا إلى هذه القصة التي تلوناها قبل قليل، فسنجد قصة أمة انتقلت من الذل إلى المجد، وهذا يعني هذا هو انعكاسها المباشر على أحوالنا الآن، وهذا هو الذي دعانا إلى أن نتحدث فيها. ونحن حين نظرنا إلى التفاصيل، ما الذي جعلهم كانوا في المجد وانتقلوا إلى الذل، وكيف ينتقلون من الذل إلى المجد، ونحن حين ننظر في التفاصيل نرى أن هذا قائما فينا، يعني نرى أن العيوب التي كانت فيهم قائمة فينا، ونرى أن طريقنا إلى هذا النصر يجب أن يكون استرشادا بهذه القصة بالقرآن الكريم، يجب أن يكون على نحو ما كانوا فيه. لو أني فهمت السؤال بشكل صحيح يعني فهذه الإجابة. نعم شيخنا. ويقول، ما وجه الحكمة من تقدير هذه السنة الكونية؟ الدروس المستفادة منها؟ ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد وكل أمر هذا الدين وهذه الرسالة بالأمة التي تحمله، ولما نكص عنها بنو إسرائيل قال، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله.
فإن الله تبارك وتعالى حين عهد لهؤلاء المؤمنين بأن يحملوا هذه الرسالة، كانت هذه السنة هي التي تكشف وتوضح ما إن كانوا قد قاموا بالأمر على وجهه، وما إن كانوا نكلوا عنه ونكصوا عنه. فوجود هذه السنة نرى فيها استقامة أحوال الأمة، فهم إن استقاموا نصرهم الله، وهم إن لم يستقيموا وقعوا في هذه المذلة وهذا الاستعباد وتمكن منهم عدوهم. نعم شيخنا، شيخنا الله عز وجل في هذه الآية قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، لماذا نص على بسطة في العلم والجسم ولم يكتفي بقوله إن الله اصطفاه عليكم فقط؟ هذا من يعني هذا من الأسباب التي حاول بها توضيح هذا الاختيار. نحن ذكرنا أنهم اندهشوا لأنه كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فلفت الله تبارك وتعالى نظرهم إلى أن المطلوب في القيادة في هذه اللحظة ليس السعة في المال، وإنما الزيادة في العلم، وهو كما يقول المفسرون علم الحرب. لأن الزيادة لو كانت الزيادة في علم الشرع فالنبي أعرف الناس بهم، يعني العلم الشرعي لا ليس فيهم من هو أعلم من النبي، لكن هنا زاده الله بسطة في علم الحرب، وهذا هو واجب الوقت، هذه هي المهمة، والجسم، وهذه هي مؤهلات الحرب أيضا، مؤهلات الحرب ومؤهلات القيادة. فهنا هذا النص على هذه الزيادة في العلم والجسم هي محاولة مواجهة فساد معاييرهم وفساد تصوراتهم وما طرحوه من أنه قليل المال فقير، لكي يكون المطلوب هو أنه صاحب دهاء في الحرب وصاحب قدرة عليها. نعم شيخنا، ما هو شيخ دور العلماء والمصلحين في هذه السنة الانتقال وكذا، كيف يكون دورهم؟ والله نحن ذكرنا قبل قليل أن دور العلماء يكون بالبيان والحجة، وهذا أولها، ويكون بها ببذل المجهود التربوي والإيماني والدعوي الذي يخاطب النفوس ويخاطب القلوب ويخاطب العواطف. لأنه يا جماعة الخير، الإنسان عقل ونفس، يعني الإنسان ليس عقلا مجردا، ولو الإنسان عقل مجرد كان حوار الناس جميعا بينهم وبين بعض يكون مساجلات عقلية، لكن الإنسان يتأثر بالأمور النفسية ويتأثر بالأمور العاطفية ويقوم بما هو يعني مخالف للحساب العقلي بدافع من عاطفته وبدافع من أخلاقه. فلذلك إصلاح الإنسان لا يتوقف فقط على إصلاح عقله وفكره، وإنما لا بد من بذل الجهد الدعوي والجهد الذي يخاطب الوجدان ويخاطب النفس ويستثير الحماسة. فهذا هو من واجب العلماء والدعاة، أن يكونوا أهل علم يخاطبون الفكر والعقل، كما أن يكونوا أهل دعوة يخاطبون النفس والوجدان. والقرآن الكريم لم يكن حقا فقط، وإنما كان حقا جميلا. القرآن الكريم لم يكن حقا فقط، يعني ما كانش فقط خطاب عقلي، وإنما كان خطابا عقليا مسكوبا في بيان بليغ معجز. يعني من قرأ القرآن يتلذذ به. طبعا نحن في عصورنا هذه، لأن العجمة دخلت إلى ألسنتنا، فلم نعد نفهم القرآن كما فهمه العرب الأوائل، ولا نستشعر لذته كما استشعروا لذته، ولا نفهم إعجازه كما فهموا إعجازه. ولكن نزول القرآن يجب أن ننتبه فيه إلى أنه لم يكن حقا فقط، وإنما كان حقا جميلا مبدعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث برسالة الحق فقط، وإنما بعث بأخلاق الداعية وبجمال المظهر. فالله تبارك وتعالى يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونفهم بهذا إن الإنسان إذا حمل الحق وكان فظا غليظا لم يجتمع الناس عليه. فأخلاق الداعية كان لا بد لها أن تجاور الحق الذي جاء به الداعية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، وأنتم تعرفون ما روي في جمال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي هو الكمال البشري.
كمال الخلق وكمال الخلق. فالدعاء يجب أن يفهموا هذا، وبالمناسبة هذا أيضا مضطرد في خلق الله. يعني الأستاذ الشيخ محمد قطب رحمه الله كان يقول إن الله تبارك وتعالى لما خلق الأشياء خلق فيها الوظيفة والجمال، الوظيفة والجمال، فتجد الشيء المخلوق يعني يحتوي الأمرين معا. فمثلا الجبال تثبت الأرض، فعلا هذه وظيفتها، تثبيت الأرض كما جاء في القرآن الكريم، ولكنها مع ذلك ألوان، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي وسود، وتكتسي بالأشجار أحيانا، وتكتسي بالجلود بالجليد الثلوج أحيانا. فالجبل يكون منظره جميل وهو قائم بتثبيته. كذلك حتى في الحيوانات، الحيوانات صحيح لكي تأكلوا منها، واللحوم والأبوال والألبان وغير ذلك، ومع ذلك ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يعني لكم فيها جمال والوظيفة، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وهكذا. فالمسألة هنا يعني العلماء والدعاة هم أولى الناس بفهم هذا، وهذا هو بابهم طبعا. ويعني لست أنا الذي سيقول العلماء واجبهم إيه، إنما نحن تعلمنا منهم وأخذنا عنهم، لكن أنا القصد أن أركز على أنه دور العلماء لا يتعلق فقط بالجانب العقلي، وإنما يتعلق أيضا بالجانب النفسي، لا يتعلق بالجانب الفكري، وإنما هو أيضا مجهود دعوي وتربوي وإيماني. بارك الله فيك. نعم شيخنا، في من آخر أسئلة، هل من كتب متخصصة اهتمت بذكر هذه السنن وعرضها حتى يعين على إدراكها وفهمها؟ هناك عدد من الكتب التي تحدثت عن السنن في القرآن الكريم، ولكن الحقيقة أنا يعني اطلاعي عليها ليس الاطلاع الذي يجعلني أنصح بها أو أنصح يعني بأحدها، هذا قصور عندي، يعني قصور في الاطلاع. ولكن من الكتب المتميزة التي تتناول هذا هو كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمه الله. كتاب في ظلال القرآن من الكتب التي كان يتأمل فيها طويلا في الآية، ولأنه كان رجلا مهموما بواقع الأمة، وكان رجلا متحركا، ولم يكن يعني مجرد مفكر جالس في المكتب، فلذلك استنبط واستخرج من الآيات أشياء كثيرة جدا وبديعة جدا. وقراءة كتاب الظلال والحياة فيه من الأمور التي أحسب أنها تصلح قارئها وتفتح عينه على معاني القرآن وعلى جمال القرآن وإعجاز القرآن، خصوصا وأنه سيد قطب أيضا كان أديبا، فكانت له التفاتات بديعة لبلاغة القرآن وتصويره. وسيد أصلا له كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن، كتاب بديع لم يسبق إليه، وهو يحاول أن يعني يصف كيف أن القرآن الكريم كان حقا جميلا، كيف يرسم القرآن الكريم صورة المشهد الذي يريد أن يوصله لقارئه. فلذلك إذا كنت ناصحا، فأول ما أنصح به في هذا الباب كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمه الله. نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. حياكم الله وجزاكم خيرا ونفع الله بكم، ولا تنسونا من دعائكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.